بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا كيف نكون من أهل الحق والعدل والقسط المستقيم، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المعتدين الملعونين. نعاود مرة أخرى ربما نزور هذه الآية الكريم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذا كان أنتم تستناوا عبادتنا راكم تعموا في الشارع، راكم في ضلالة كبرى، وأنتم معلش ما تكونوا في ضلالة وقت أنتم تعانيوا إلى أشد حالة من حالة الهذيان، وما لف هذا الهذيان. كيفاش تحبون احنا نكون في هذيان ونحن اهل القران واتباع النبي عليه الصلاه والسلام؟ اعلم زيد اعلم، دوح يا مباركه، والسلام.